الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس اينما كنتم نجدد التحية معكم دائما وابدا من خلال منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا. وهنا في هذا اللقاء الحاسم على الورقة الوحيدة المتبقية من أجل التأهل والوصول إلى المرحلة القادمة وإلى الدور ربع النهائي في هذه الليلة، صراع عربي عربي في العاصمة المصرية القاهرة، ومن ملعب استاد السلام يبحث الهلال عن الظهور مرة أخرى في ثاني ليالي رمضان بعد أن كان مشرقا قبل ليلتين من الآن، ويبحث بكل تأكيد عن الفوز ونقاط المباراة الثلاث من أجل التأهل والوصول إلى الدور القادم، ولا بديل أمام معرفة آخر البطاقات. البداية التي اليمنى، البحث عن العرضية، تأتي العرضية داخل منطقة حيدة أمامه وهي الانتصار ولا شيء آخر. لاعب بيرسي تاو تحولت في الجانب المقابل الهلالي، يبحث الهلال منذ البداية، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تقارب الكبير لكن كرة بمحاولة ملعوبة أمامية وصلت عند أبو في منتصف في ملعب النادي الأهلي، كرة بمحاولة أمامية تأتي لكن أيضا هنالك راية من الكاميروني ألفيس يعلن من خلاله تاو ناو الأهلي يقول ناو. مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت بأقدام أفشة إلى خارج، وصلت إلى الجهة اليسرى عرضية داخل المنطقة ملعوبة خطيرة لكن أبو عشرين في التوقيت المناسب يتدخل علي عبد الله ويبعد الكرة والخطر من أمام المرمى. شوف العرضية مثال بمحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء ملعوبة الكرة والمحاولة، لكن أيضا بعد ذلك الشناوي يتدخل في التوقيت المناسب ويسيطر على الجهاز الإداري بالنسبة للنادي الأهلي قادر، وبدأ يصل إلى المرمى عرضية من سولية راسية في احضان الحارس جاءت عن طريق من عبد القادر، وصلت امامية لا 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 طالت على شريف، طالت الكرة على محمد إلى التونسي معلول وهو المقابل، وصلت إلى تاو داخل منطقة الجزاء، أفشى على مشارف المنطقة، تسديدة عن طريق مجدي أفريقية. بالمناسبة الأهلي انتصار على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. أفريقيا ملول إلى داخل منطقة الجزاء ملعوبة خطير، المحاولة من جديد والكرة بعد ذلك بتدخل وإبعاد والمحاولة إلى خارج، المحاولة بالكعب مثالية جدا، عرضية داخل منطقة أولي الأهداف أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة القادمة محاولة تأتي بتسديدة قربال لمسة هلالية، تقدم يأتي والصافرة موجودة من سيكازوي، خطأ لمصلحة عيد مقدم، خطأ لمصلحة مقدم اللاعب السوداني الحاضر معانا اليوم بالفانيلا رقم 28 في تشكيل عبد القادر داخل منطقة الجزاء، أحمد يواصل الدخ يسقط في أرضية الميدان وجاني سيكازوي في علي على عرضية داخل منطقة الجزاء لكن في احضان قدام كريم فؤاد يبحث عن التقدم، عرضية من كريم أتي اليسرى وبعدت في التوقيت المناسب، التحام سقوط صافرة وخطأ سلامات، اصطدام ما بين يبدو صلاح عادل نعم ساقطا في أرضية الميدان هو واللاعب الآخر يبدو بيرسي تاو إلى الغربال سيد عبد الحفيظ وسجل هدف التعادل والمنتخب الفرنسي، كرة بمحاولة أمامية طالت على محمد، من أصل 14 مباراة الهلال لعب ثلاث مباريات فقط من أصل 11 مباراة، كل هذه المباريات المؤجلة الأخير في بطولة الدوري السوداني، تخيل كرة بمحاولة في الجزاء تاو يمرر لازالت من سيلعب الكرة والمحاولة القادمة هلالية استبعادت من جديد وصلت إلى سولية إلى خارج أرضية الملعب، بيرسي تاو وعمرو السولية بكل عرضية داخل منطقة الجزاء لازالت مستمرة وقائمة عرضية بالنسبة للنادي الأهلي، الجزاء محاولة خطيرة لمصلحة أبناس، الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية إلى خارج أرضية الملعب،
بعد أن اصطدمت برأس شريف تحولت إلى ركلة مرمى. هذه الكرة والمحاولة عرضه ينطلق تاو يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة إلى داخل منطقة الجزاء تسديدة تأتي، لمسة عن طريق عيد مقدم عن طريق أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر محاولة من أجل كسر التعادل، من أجل كسر التعادل. لا 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 لا. قائم وقبل القائم هنالك راية تأتي من المساعد الثاني فاتسوني. فاتسوني منطقة الجزاء سيوه على العارضة إلى خارج أرضية الملعب. هذه كلها ترفع الكرة بمحاولة ملعوبة. جدا الى معلول، معلول معلول عبد القادر، عبد القادر عبد القادر عبد القادر فتحي، فتحي نعم حمدي فتحي هو من يستعد لكن نورا.